بالعودة إليك أستاذ توفيق، إذا ما تحدثنا عن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السينتور بيرني ساندرز الذي قال بأن ما تخوضه إسرائيل الآن كلنا نعرف أنه ليس حربا في غزة ضد المقاومة الفلسطينية حماس، ولكنه قضاء على الشعب الفلسطيني، وأن كل من يرى هذا بعين مجردة يعرف أنها عملية إبادة للشعب الفلسطيني. هذه التصريحات من سينيتور مثل في مقام ساندرز كبير في السن له باع في السياسة الأمريكية، هل تغير شيئا في الموقف السياسي الأمريكي داخليا؟ يعني حتى الآن من الصعب أن تكون هناك سياسي تختلف عن السياسي المتبعة في الوقت الحاضر، رغم الأصوات التي تنادي وتطالب الإدارة الأمريكية بوقف العدوان عن قطاع غزة وبوقف تسليح إسرائيل ووضع قيود أيضا على المساعدات التي تقدم لدولة الاحتلال خاصة العسكرية منها. وبالتالي بيرني ساندرز طبعا له وزن، يعني وزن سياسي ثقيل يعني في المجتمع الأمريكي، وأيضا هناك مسؤولين أمريكيين سيناترز وكونغرسمن في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك من رفعوا صوتهم عاليا يطالبون إدارة بايدن، وهؤلاء محسوبين على يعني مجموعة من الحزب الديمقراطي أو هم التقدميين أو اليساريين في الحزب الديمقراطي. للأسف حتى الآن هذه الأعداد يعني لا تستطيع، يعني هي أعداد قليلة أقلية، وحتى الآن أنت تريد الأغلبية حتى تؤثر في السياسة الأمريكية. هذه أصوات لها حركت الشارع الأمريكي، غيرت من السياسة، على الأقل غيرت من السياسات الأمريكية، ولكن لا تستطيع أن تؤثر حتى إنه الإدارة الأمريكية تتخذ القرار المناسب للحالي ما يحدث الآن في فلسطين. يعني هاي الاحتجاجات اللي بتصير الآن في جميع الولايات المتحدة، وخاصة ثورة الجامعات في أمريكا الآن وصلت ذروتها. الآن هناك يعني كما تحدث الضيف قبل قليل وأشار إلى هذا الموضوع، أن الحركة الطلابية في الجامعات تتسع تنتشر تكبر بشكل كبير جدا في الجامعات، اعتصامات وإضرابات، وفي جميع يعني في الجامعات الكبرى والمعروفة والمشهورة عالميا، جامعة بيركلي في سان فرانسيسكو، جامعة كولومبيا يونيفرسيتي في نيويورك، إلى MIT في بوسطن ماساتشوستس، أيضا جامعة أخرى في ولاية كونتيكت وفي ولايات أخرى. وبالتالي هذه جامعات عريقة ومعروفة ولها وزن، وأن لهذا السبب تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الرئيس الأمريكي تدخل وتحدث عن هذا الموضوع وقال إنه هذه المظاهرات هي تعادي السامية. تخيل الرئيس الأمريكي يقول عن هذه الاحتجاجات الطلابية السلمية التي قانونيا يسمح بها، يتحدث ويقول أنها هي هذه تدعو لي يعني اللاسامية أو أنتي سمتك. فهذه حقيقة ما يحدث الآن في الولايات المتحدة، ظاهرة جديدة تتسع هذه الظاهرة، ناهيك طبعا على المستوى الشعبي وعلى المؤسسات الدينية وعلى النقابات التعليمية ونقابات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تساعد وأيضا تتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأصبحت والجميع يعرفون أن نسبة كبيرة من المجتمع الأمريكي الآن يعني تتعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وأيضا ضد سياسة الحكومة الأمريكية في دعمها المطلق في تزويد إسرائيل بالأسلحة لاقتراف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. فهنا تغير كبير وملحوظ في المجتمع الأمريكي على جميع المستويات، سواء على المستوى الشعبي، على المستوى الأكاديمي، أيضا حتى على المستوى الرسمي. هناك أصوات عديدة داخل الكونغرس الأمريكي وداخل الإدارة الأمريكية، وأيضا